داخل عنابر التجهيز بالمجازر، وقفت أضاحي المواطنين والجمعيات الخيرية بأنواعها المختلفة بانتظار موعد النحر في أيام عيد الأضحى المبارك. مسؤول الأوقاف أطلعونا بأن المستهدف هذا العام من الصكوك هو 100 مليون جنيه. لابد أن يكون هناك عمل منظم تقوم به وزارة الأوقاف من أجل أن تأخذ هذه اللحوم، هذه صكوك الأضاحي، ثم تترجم إلى لحوم، ثم توزع بوفق الأسر الأكثر احتياجا. أول عام كان عندنا جمعنا 28 مليون، ثاني عام جمعنا 48 مليون، ثالث عام جمعنا 64 مليون، هذا العام نؤمل أن نجمع ما يقرب من 100 مليون أضاحي. تنفق صكوك الأضاحي على شراء الأبقار الحية ثم ذبحها بالمجازر تحت إشراف طبي كامل للتأكد من سلامة الذبح وتوفير اللحوم الآمنة للمواطنين، ثم يتم تقطيعها وتوزيعها على الفقراء. بقطع مجرى الدم اللي هو مجرين الدم الموجودين، ومجرى الهواء، ومجرى اللي هو المريء بتاع الطعام، وما يوصلش للنخاع الشوكي. لو وصل للنخاع الشوكي الذبيحه بتاعته مش هتطفص، مش هتطلع كميه الدم اللي المفروض تطلع من الجسم بتاعتها اللي هي 2:1/13 من وزن الجسم. لازم الكميه دي كلها تطلع من جسمه، لو ما طلعتش من جسمه العجل هيبقى ما نزفش الدم بتاعه، هيبقى اعدام. ما يفرحش برضو المضاحي مع الجزار، الجزار بيبقى عايز يذبح اكبر كميه من الاضاحي، فعايز يذبح ويشفي ويعبي لصاحب الاضحيه في بعض الاكياس او بعض الاشوله. طبعا زي ما احنا شايفين الايام ديت الجو حر، فدي بتؤدي الى سرعه فساد اللحمه بسرعه. جاءت فكرة صكوك الأضاحي من قبل الجمعيات الخيرية ووزارة الأوقاف تيسيرا على المواطنين في شعيرة الأضحية، إضافة إلى الذبح النظيف في المجازر والوصول إلى الفقراء المستحقين في مصر. استعدادات خاصة تجرى داخل المجازر وتسبق عيد الأضحى لاستقبال الأضاحي من المواطنين والجمعيات الخيرية في أيام عيد الأضحى المبارك. هذه الاستعدادات تشمل الذبح والتقطيع والكشف البيطري على الأضاحي لتقديم اللحوم الجيدة للمواطنين والحفاظ على البيئة والمجتمع من التلوث. محمد عاطف، الغد، القاهرة.